قل أقوم بأعمال البيت المختلفة مضطرة وبتعب، وأثناء الصلاة أصلي وأنا جالسة دون قيام، فهل صلاتي صحيحة؟ القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع القدرة، لا تصح صلاة الفريضة إلا بالقيام، قوله تعالى وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما إن لم يستطع فقاعدا، فالقيام مع الاستطاعة ركن من أركان الصلاة فريضة لا يجوز تركه، ولا ومن صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته غير صحيحة، أما المريض والعاجز عن القيام فلا بأس أن يصلي جالسا، وكذلك في النافلة، النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا ولو كان مستطيعا للقيام، لأن النافلة أوسع من الفريضة، النافلة يجوز أن يصليها الإنسان وهو قاعد سواء كان قادرا على القيام أو غير قادر، لكن إذا كان قادرا على القيام وصلى النافلة جالسا فله مثل نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.